Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 اتوقع واضح العجقة اللي انا فيها، بس صراحة عشان ما اكذب على حالي وما اكذب عليكم فبدي احكي لكم شو اللي قاعد بيصير معي بالضبط. انا وصلت لمرحلة ادراك اني انا مش قادرة الم الجراحة عن جد، يعني كمية المحاضرات كتير كبيرة والله ما انا قادرة المهم. زي ما حكيت لكم انا بالمد ما زبطت كتير، بس فعليا الاشياء حتى اللي كنت دارسيتها انا ناسيتها، فمر بمرحلة توتر مش طبيعية. فصراحة حكيت الحل اني خلص يعني اطبع الاسئلة للسنوات الماضية، طلع قدي طبعت اسئلة واحلها، بدرس المحاضرات عن طريق الاسئلة، هاي اخر الحلول. يعني اكتر من هيك انا مش قادرة شو بدي اعمل، ضايل يومين للامتحان وفش اصلا مجال اني ادرس محاضرات جديدة. مهم متخيلين فوق توتر امتحان الجراحة حكولنا انه بدهم يبعتوا علامات الباطني تبع المد اللي هو اخر امتحان امتحان الباطني، وحرفين صار لهم يومين بيحكوا بدنا نبعت العلامات، وانا بضل ماكل التوتر من الصبح لليل عشان يبعتوا العلامات وما ببعتوهم. قررت اني خلص اترك التليفون، راح اسكر التليفون واحطه على جنب وابلش احل بالاسئله، وبس اخذ بريك وافتح التليفون بشيك اذا بعتوا العلامات هيهم بعتوهم وبشوفهم، اذا ما بعتوش العلامات خلص ماليش دخل. اما اضل ماسك التليفون ومتوترة ويلا يبعت وما يبعت ويضيع وقتي وانا على التليفون صراحة مش قصة. يمكن يكون هذا الفلوج ملخبط صراحة، لاني رح اصور مقتطفات من ايام كتيرة، احتمال كبير جدا انه اصلا هذا الفلوج ينزل بعد ما اخلص امتحانات فاينل. تخيلوا 200 صفحة اسئلة سنوات، يعني انجاز لو بخلصهم بيومين. تيجي أمور غصب عنك هتكسرك، وهيك ربنا بيعلمنا إنك أنت تنزل في المصاعب عشان تتعلم وتطلع. كيف حيصير عندك خبرة؟ لازم تتعب عشان تتعلم. كيف حتحس بالصحة إذا ما مرضت؟ كيف حتشوف النور إذا ما بتعرف شو الظلام؟ لما يصير هذا الداون، لما سوق الأسهم يطيح، لما أنت تتعب، لما أنت مش قادر، لما أنت خلاص حدي مش قادر، كيف أنت ترفع نفسك؟ لأنه ما حدا في الدنيا حيرفعك يا أخي. مع انه الاطفال حلو وخفيف، بس في شغلات تفاصيل بتحسوا انه اوفر، يعني خلص بكفي، خصوصا هدول الحسابات. يعني انا لازم اعرف كل تفاصيل البيبي من لما انولد، من لما ينولد قديه بكون طوله ووزنه ومحيط راسه
وكل زيادة يعني البيبي بتغير كل شهر حرفيا، ففيه تفاصيل. يعني مثلا خليني أعطيكم أبسط مثال على الطول، بنولد طوله مثلا 50 سنتي، بعد سنة بكون طوله 75 سنتي، بعد 4 سنين بكون طوله 100 سنتي، ومن 4 سنين لحد ما يبلغ حيزيد من 5 ل 10 سنتي. أوكي، هنا لما نيجي نحكي عن الوزن تبع البيبي، وزنه 3.5 كيلو لحد 10 أيام، يعني أول كم يوم رح ينزل وزنه، بس بحكي لك عادي لأنه بفقد سوائل. لحد 10 أيام برجع وزن البيبي نفس وزنه أول ما انولد. أوكي تمام. بعد 4 ل 5 شهور وزنه بصير الضعف، ويوميا بيزيد من 20 ل 30 جرام، بس بعد سنة بصير وزنه 3 أضعاف، وخلال هاي السنة بزيد من 15 ل 20 جرام كل يوم، وبعد سنتين بصير الوزن 4 أضعاف. لحد هون لسه بس حاكين لحد سنتين، فتخيلوا التفاصيل اللي بعديها. فبتحسوا بالأطفال فيه تفاصيل كتير كتير، ومش أي طفل بيجي بدك تعامله نفس المعاملة، لا بفرق حسب وزنه حاليا، طوله، محيط راسه، لما انولد قد كان وزنه، أخذ مطعيمه مش ماخذ مطعيمه، في كتير 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 تفاصيل بالأطفال بتحسوا بتوجع الراس. وطبعا مهمة، كلها مهمة لازم نكون عارفينها، فهاي الشغلة الوحيدة اللي بالأطفال محبتهاش. بما اني صراحة مستعجلة فحكيت بدي اعمل اي اشي على السريع، بتذكر كانت امل حناوي منزلة طريقة للكبسة بعملها احمد حناوي، فحكيت خليني اجربها، يعني حسيتها طريقة اسهل من الكبسة العادية، بس في الاخر هي كبسة. هيني حطيت الدجاج على النار قرب يصير، بده تقريبا كمان نص ساعة، وجهزت كل الاغراض، بصلة وبهارات واشياء. ليش انت اخترت التخصص اللي انت فيه؟ انت تخصصك طب الكلى اللي هو النفرولوجي، فكيف الواحد يختار التخصص المناسب؟ وبشكل عام كيف الواحد يعني يختار طريق الاختصاص تبعه او المجال اللي يتخصص فيه؟ صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ الساعة حاليا 9:30 والامتحان على 11، هيني لبست وبدي اطلع، بس حبيت هيك احكي معكم شوي. صراحة مش متفائلة ابدا بالامتحان ونفسي اعيط، انا ما بقدر الم سيستم صراحة بثلاث ايام، كيف ثلاث ايام بدي ادرس اشي اخذناه باربع شهور، ثلاث شهور، مش عارف قد ايه ضلينا ناخذ بالميجر، كثير، والمادة كثير كبيرة وماخذينها زمان، يعني هو اول ميجر اخذناه. احنا نظام سنوي زي كيف التوجيهي، كل السنة بدرسوه بعدين اخر اشي بمتحنه، حرفيا هيك. فاحنا ميجر الاطفال اصلا اخذناه اول اشي، انا ناسية كل اشي فيه تماما، وهو فيه مليان تفاصيل. فصراحة ركزت على اسئلة السنوات، بس برضو اسئلة السنوات نفسها حاسة لو اجتني انا مش راح اعرف اتذكرها، يعني حليت كتير لدرجة عن جد حاسة مش راح اتذكرهم. والله صافنا زي هيك، يعني انا علامتي منيحة بالاطفال، فكان المفروض اني يعني ادرس منيحة عشان اضبط بالفاينل وانزلها علامة عالية، بس صراحة لحد الان انا مش متفائلة، يعني اكون صريحة مع نفسي ومعكم، مش متفائلة في كتير لاني مش مجمعة المعلومات، حتى ابسط الاشياء اللي المفروض اكون حافظيتها حاسة انها قاعدة بتطير مني، وانا متأكدة هذا كله من الضغط، يعني من كتر ما اني حاسة حالي مضغوطة والايام هيك كلها قصيرة وكل هيك ورا بعض، ف
حتى أبسط الأشياء مش قادرة ألومها. هاي الشغلة سيئة فيي صراحة، مش عارفة متى بدي أضبط هذا الموضوع عندي، يعني إني أبطل أتوتر من الامتحانات لأنه قاعد بشتتني وبضيع علي تعبي صراحة. والله مش عارفة شو بدي أسوي، وحاليا بس قاعدة بدعي، يعني حتى مراجعة إني أراجع حكيت خلص بدي أوقف، يعني لبين ما أوصل على الجامعة وأروح أشوف وين قاعتي وزي هيك بدي وقت. إذا براجع أكثر من هيك بحس إني رح أتوتر بزيادة. يعني لو شفت هيك معلومات مهمة بحاول أثبتها براسي، أما إني مراجع مراجع وأدرس لا خلص بكفي. بالنسبة لامتحان الجراحة صراحة كان كتير منيح الفاينل، يعني أنتم متخيلين قديه كنت أنا مستصعبة الجراحة وحاكي إنه نفسي أضبط ومش جايبة علامة منيحة، بس الفاينل كان كتير منيح كتير الحمد لله الحمد لله عن جد. حتى الوقت كفاني لأول مرة في الحياة هيك بحس إنه أنا بخلص الامتحان مع الوقت، يعني شيء خرافي عرفتوا كيف؟ كنت شايف الأطفال أسهل من الجراحة، بس لما إجيت أدرس الفاينل استصعبت الأطفال أكتر. حتى أنا مش عارفة أحدد وضعي أقسم بالله، أنا نفسي مش فاهمة حالي، مش عارفة أنتوا كيف كنتوا تفهموني. حاولوا رتب الأيام اللي قاعدة بعيشها والمعاناة اللي قاعدة بعيشها وتخيلوا الموضوع. المهم حبيت أحكي معكم شوي وهسا خلص خليني أطلع. اليوم قررت اخذ بريك، صاحبتي بدها تروح دكتور الاسنان ومش حابه تروح لحالها، فانا نروح مع بعض. حكيت منها بغير جو صراحه. بفتره الامتحانات بهتم للفئه للناس اللي بشوفها، اصلا فتره الامتحانات لحالها بتكون كلها خوف وتوتر وهيك، فتخيلوا اشوف كمان ناس سلبيه وطاقه سلبيه وانا يعني بغنى عنها، فدائما بحاول انقي عن جد انا مين اشوف. فصاحبتي اللي بدي اطلع معها اليوم كل ما اشوفها بحس بطاقه رهيبه، يعني الحمد لله الحمد لله. بس أكتر صاحبة بفتخر إنها صاحبيتي صراحة، وأكيد حتشوف هذا الفيديو والكلام إلك، لأنه هاي أكتر فترة حساسة، تحس أي كلمة خلص بتأثر فيك وبتنكد عليك، ومش وقت أصلاً إنه إحنا ننكد، إذا نكدنا حتتأثر نفسيتنا، حنبطل نعرف ندرس، يعني أوكي حطلع، بس أنا عارفة إنه هاي الطلعة رح تفيدني، ورح تغير من مودي، ورح أرجع أدرس ضعف ما كنت أدرس، عشان هيك ما حكيت لأ لهاي الطلعة، وإن شاء الله إن شاء الله هيك حتكون إشي مفيد في دراستي. إن شاء الله أشارككم عشان تعرفوا إنه لو أنت بفترة الامتحانات كان، يعني أنا امتحان الخميس الجاي كمان 7 أيام، لو أضيع نص يوم من هذول 7 أيام بس بنفس الوقت هذا النص يوم يساعدني إني أدرس أكتر، فليه لا؟ فعشان هيك فترة الامتحانات أوكي ضغط ودراسة وهيك، بس أنت لو حسيت إنه خلص مش قادر وبدك ترفع عن نفسك اطلع لك شوي عادي، يعني مش ضروري تضل قاعد بالدار. لقيت هذا الملخص بالدرايف تبع الدفعة، هو مش شامل كل اشي 100%، ولكن يعني بلملم لك الافكار بطريقة مرتبة، لانه كل اشياء السي في اس هيك حطيناهم مع بعض فحكيت بشوفهم، يعني انا مش راح اعتمد عليه 100%، حبيت صراحة اطلع عليه. كنت حاطة من ضمن الخطة بلشت على 3:30، حكيت بخلص على 12:30، كل السي في اس يعتبر منيح. حاليا الساعة 3:30 وهسه خلصت. انا حاسة اني اعطيته اكتر من الوقت اللي انا كنت حاطيته، يعني انا وانا حاطة للساعة 12:30 حسيت انه كتير عليه، فتخيلوا اخذ معي كمان للساعة 3:30. بصراحة كنت اخذ بريكات بينهم، ولكن بدي اتعلم درس، وبكرة ان شاء الله رح ادرس الجي اي اللي هو الجهاز الهضمي برضو على نفس هيك ملخص بشبهه، بس ما رح اخليه ياخذ مني هذا الوقت كله. أحاول أخلص بكرة الجهاز الهضمي وجهاز التنفسي على الملخصات اللي زي هيك، أقرأهم وأخذ فكرة، بضل معي 2 يوم أحل فيهم أسئلة وأرجع أراجع برضو، يعني عن طريق الأسئلة أراجع الدراسة. طبعا أنا هاي طريقة إن شاء الله ناوي أنزل لكم عنها إذا فادتني، لأني لساتني صراحة قاعدة بجرب أسلوب دراسة جديد، فبدي أشوف إذا عن جد فادني أنا رح أطلع على طول بفيديو وأحكي لكم عنه، لأني أنا عن جد
لحد هسه وأنا سنة رابعة لساتني بدور على طريقة عن جد فعالة، وأحس إني برتاح وأنا بدرس عليها، يعني ما ببذل مجهود كتير، فلو فادتني على طول رح أحكي لكم عنها. فبس والله حبيت أشارككم هذا الحكي، لأني هيني بدي أنام، هيو قاعد بقرأ قرآن بده يأذن، فبدي أستنى أصلي وأنام. شايفين هاي الكاسة؟ هذا سلطان قابوس، هذا الملك عبد الله. هاي الكاسة عنا مش عارف من كم سنة، بس لما كنا بعمان في الجالية الأردنية، مش عارف صراحة شو كانت المناسبة بالضبط، بس بكون في مناسبات يعني هيك كبيرة فبوزعوا هدايا، من ضمن الهدايا هاي بكون في كاسة، فبس يعني كتذكار. في بنت حكت لي إنه أعطي ظهرك للحيط مش وجهك للحيط، إنه أعكس المكتب، فحكيت والله ممكن فعليا هاي الطريقة تفيدني، فخليني أجرب. ففعلا يعني عكست، أعطيت ظهري للحيط ووجهي قدامي هيك يكون، ولكن أنا للأمانة ما حسيت بفرق كتير، يعني عادي نفس الإشي، بس يعني تغيير للامتحان الجاي. هاي آخر ليلة بتشوفوا هاي العجقة فيها، حرفيا أنا مش مصدقة العجقة اللي أنا فيها، ومش مبين، ومش راح أفتح الضوء عشان أصور لأني مسطلة بدي أنام. بس الغرفة هاي بكرة إن شاء الله راح تنقلب، ومش راح تشوفوا فيها ولا نص ورقة، ما فيش خلص. بالعادة إجازاتي أسبوع أسبوعين، هاي الإجازة لا أطول من أسبوعين، فراح أستغلها استغلال مش طبيعي. أنا بوعدكم ما تشوفوا نص ورقة، أقسم بالله مش مصدقة، يعني بدي أنام. يلا تصبحوا على خير. صدق اني خلصت سنة رابعة، خلصت رابعة خلصت سنة رابعة حاليا رسميا اكثر من نص دكاترة، 70% دكتورة. بيننا تقهر الاسباب، سيري يا فتاتي بالي فستشفى الجراح، وظلام الليل لم يقم في كل صباح، لصوت في الأعماق يقول كلما زارنا طيف حب لا يفنى، هزانا زادنا أملا لا يخشى الأيام. ما بدي هاي.
أنا من كتر العجقة مش عارفة أصور، وبعدني مش متعودة إني أصور قدام الناس، يعني حاسة لسه في إشي غلط، فما قدرت أحكي معكم. أنا حرفياً مش مصدقة إني أنا خلصت سنة رابعة، يعني مش مصدقة ولا قادرة أتخيل. إذا بدي أقيم امتحان اليوم كان صراحة سيء، أول مرة بمر علي امتحان بهاي الطريقة الأمانة. سمعت إنه الدكاترة أصلاً متحلفين لنا، حسيتهم بلشوا معنا بالتدريج، يعني كانت جراحة ألطف إشي صراحة وأحلى إشي. بعدين الأطفال كان ها نص نص، أما هسا الباطني بقرف صراحة، بيخزي، والكل اجتمع على هذا الحكي. اجيت هون عشان أكمل معكم حكي شوي، بس حبيت أحكي ملاحظة. أنا بضل شهور أعالج بوجهي، بالآخر بوقت الامتحانات ولا كأني عاملة إشي، برجع وجهي أسوأ من قبل. فأنا متأقلمة مع وجهي فترة الامتحانات إنه يتدمر، وتحت عيوني بصير أسود، وعارفين بحس حالي بتحول وقت الامتحانات، خصوصا آخر امتحان. إيش اللي بقهر دايما؟ ما بلاقي عقد تعبي بالضبط، يعني مش عارفة ولا مرة صارت إني أنا لقيت على التعبي بالضبط صراحة. بس بضل أحكي خلص الحمد لله، وحتى أحيانا بصير أحكي إنه الله جبر بخاطري بس عشان قدي أنا تعبت وقدي أنا سهرت وقدي كذا. يعني بطلع بحكي أنا الامتحان هذا مش مجمعة فيه إشي، بس مثلا بكون جايبة فيه علامة على الأقل النجاح، ممكن هيك بس الله سترها علي وواساني على قد ما أنا بكون تعبانة بالدراسة. ودائما بحكي لكم أنا لما أعمل اللي علي خلص بتوكل على الله، وبحكي شو ما جبت بالآخر، شو ما كانت العلامة سيئة، أنا ما إلي دخل، أنا عملت اللي علي، فأكتر من هيك أنا ما بقدر أسوي، خلص الحمد لله. المهم هسه بالنسبة لأنه اليوم خلصنا آخر امتحان، أنا عندي سببين إني أنا مبسوطة جدا. الأول إني أنا خلصت الفصل، ضل علي الصيفي، برجع بحكي دائما إنه ضل علي الصيفي، بس الصيفي أنا ما بحسبه من ضمن الفصل، يعني بعتبر إنه الفصلين هم الدسمات، فهم اللي بحسبهم إنه سنة رابعة. الحمد لله خلصت الدسم من سنة رابعة. السبب الثاني إنه إن شاء الله بكرة أهلي رح يجوا، مش عارفة إذا عارفين بس أنا أهلي بسلطنة عمان، فهم بكرة رح يجوا إن شاء الله. فأنا جدا 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 مبسوطة، وحاسة إنه خلص حستغل العطلة، يعني أول مرة بيجوا هي الامتحانات خالصة، أنا حاسة الآن رح استغل العطلة وأقعد مع أهلي أكتر، أطلع أروح وأجي، ومش ما رح أهكل هم إنه أنا وراي ضغط وامتحانات وهيك. فالحمد لله الحمد لله، يعني خلص بما إني أنا خلصت السنة على خير، والحمد لله صحتي تمام وأموري تمام، وأهلي إن شاء الله جايين وأمورهم تمام. دائما بحكي الحمد لله أنا خلصت بكامل قدراتي العقلية، فبما أني أنا طلعت سليمة نفسيا وعقليا من الكلية، فالحمد لله الحمد لله. شفت أكتر من هيك وبس. والله هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. يمكن هيك تلاقوا شوي ملخبط، بس أنتوا عارفين الوضع يعني كيف مع الامتحانات، وحاولت يعني أشارككم صراحة كل إشي بمر فيه. وشكرا شكرا شكرا إذا حضرت الفيديو للآخر، وبتمنى إنه يكون عجبكم الفيديو. ولو سمحتوا هاي أول مرة بطلب منكم هذا الطلب، إنه تعملوا لي لايك على الفيديو، عشان اليوتيوب صراحة بحب اللايكات وبحب التفاعل من المتابعين عشان يفضل المحتوى أكتر. إذا أنتوا حابين تشوفوا محتواي أكتر على اليوتيوب أو على السوشيال ميديا، فلو سمحتوا ادعموني بلايك وكومنت. بس اذا حابين تتابعوني عندي على الانستا، انا كتير متفاعله فيه، راح احط لكم هون اسمي، وراح احطه كمان برابط صندوق الوصف. يا جماعه بالنسبه للاعلانات، صاحبيتكم سجا بلشت تعمل اعلانات، فاي حدا حابب يتواصل معي عشان اعلان، يا عن طريق مسجات الانستغرام يا عن طريق الايميل، حاطيته برضه بالبايو. يعني انا صراحه مش عارفه انا شو احكي، كثير حاسه انه العدد قاعد بكبر بسرعه، كثير حاسه انه أنا صحبة معكم كلكم وبحبكم كلكم، وبحس تفكيركم كتير مقارب لتفكيري، فكتير مبسوطة صراحة بالناس اللي قاعدة بتحضرني. مرة بحب اليوتيوب أكتر، لأني حاسة الناس اللي بتشبهني لسه قاعدة بتزيد وبتزيد، خصوصا على إنستغرام مسجاتكم جدا لطيفة، وبحب أشارككم كل شيء، لأنه أنتوا تتفاعلوا معي على كل شيء، وجد بتقدروا جهودي، يعني حتى أحيانا بحسكم بتقدروا جهودي أكتر مما أنا بقدرها، فأنتوا دائما مواسيني يعني عن جد. شكرا 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 للمرة المليون. مع السلامة، وبشوفكم بالفيديو الجاي.